بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعود إليكم مرة أخرى في استكمال chapter 4.2. هذا السكشن عنوانه The Natural Exponential Function. The Natural Exponential Function، الدوال الأسية الطبيعية. هل هذا الدرس هو يحتوي شيء جديد أو مفاهيم جديدة؟ بالطبع نقول لا يحتوي مفاهيم جديدة، بقدر أن هذه الدالة يصبح أساسها عدد خاص، ألا وهو العدد E. تقول The Natural Piece E. ما هو هذا الإي؟ الإي هو عبارة عن عدد خاص له قيمة معينة، هذا معرف. E is a special number is called natural base 2.71828 and so on. إذن هو عبارة عن ماذا؟ دالة أسية، لا تختلف عن الدالة الأسية العادية، ولكن يكون أساسها عدد خاص، ألا وهو العدد إي، له قيمة محددة، ألا وهي 2.7. بالطبع ما دام القيمة هي عبارة الإي عبارة عن 2.7، إذن معنى ذلك ستكون هذه الدالة هي دالة ماذا؟ دالة تزايدية increasing. الدالة تزايدية increasing. إذن هذه المعلومات السابقة التي أخذناها، وستكون أيضا الدالة هي عبارة عن الدومين كما أيضا أخذنا في الحصص الماضية أو المحاضرات الماضية، هي عبارة عن R. سيكون الرينج، إذن هذه محفوظة كما قلنا للدوال اللي هي المجردة دون انسحاب، دون انسحاب، وهي عبارة عن من 0 إلى انفينيتي. هذه المعلومات الأساسية يجب أن تكون دائما في ذهن ماذا؟ في ذهن الطالب. نعرف الدالة الأسية بهذا الشكل f of x equal e to the power x، هذه الدالة الأسية التي سنتعرف لها وتسمى دالة أسية طبيعية. سميت طبيعية بسبب أن الأساس هو العدد أو عدد خاص له قيمة محددة 2.7، نحفظ 2.7 هنا لا على التخصيص، مجرد الدوال الأسية. نذكركم بما أخذناه في المحاضرات السابقة، هذه رسمة y equal 3 to the power x وسبق رسمناها، y equal 2 to the power x هذه 2 to the power x، وأيضا y equal e to the power x هذه رسمة اللي باللون الأحمر أيضا هي نفس، إذن نفس المسار، دالة ماذا؟ دالة تزايدية. نريد أن نعرفكم بالآلة الحاسبة فقط في هذه الصفحة، نريد أن نعرفكم بالآلة الحاسبة أين هي الإي، وقد البعض منكم يعرف أين هي الإي، ولكن الإي دائما هي عبارة عن رمز، لو نقرب الصورة هي فوق الإيش، فوق اللين، لو نلاحظها باللون ماذا؟ باللون الأصفر، فهنا باللون الأصفر، إذا نضغط هنا Shift ونضغط هنا E ثم نضع الرقم الذي نريده ماذا في أعلى الإي. هنا لدينا طبعا بعض التمارين لكيفية حساب هذه القيم. يقول evaluate each expression rounded، المقصود في كلمة rounded يعني قرب، قرب ماذا؟ قرب إلى ماذا؟ 5 decimal places، إلى 5 خانات عشرية، 5 خانات عشرية. جميل جدا. لدينا الفقرة الأولى e to the power 3، ندخلها بالآلة الحاسبة كما نشاهد e to the power 3، هذه الإي كما أدخلتها هنا المربع الفارغ، ندخل هنا الثلاثة يساوي، نريد أن ننتبه هو يريد 5 خانات عشرية، القيمة هي 20.0853 إلى آخره، نعد 1 2 3 4 هذه هي الخانة الخامسة، ننظر بعد الخانة الخامسة 6، إذن تصبح هذه ماذا؟ 4. إذا نكتب هذا الرقم وهو عبارة عن 20 فاصلة ماذا الموجود بالآلة على الشاشة بهذا الشكل. هذا كما قلنا 4. بنفس الأسلوب للفقرة الثانية 2، ندخل أيضا بالآلة الحاسبة هنا 2، شاهدوا بالآلة الحاسبة أبنائي 2، لو كتبنا ضرب أو لم نكتب ضرب ما في إشكال، إي هذه الإي نسحب الإي باللون البرتقالي عن طريق الشيفت، ماينس هذه ماينس 53%، ماذا يساوي الجواب؟ 1 7 7 2 0 9. نلاحظ أن الخانة الخامسة هي الصفر، ماذا بعدها؟ بعدها 9، إذا نقربها إلى 1 فيصبح لدينا هذا هو الجواب. وبنفس الأسلوب e to the power ماذا 4. ماذا 4.8،
هذه e to the power 4.8 بهذه الصورة shift e 4.8 5104. لماذا قلنا 2؟ لأنه بعد الواحد ماذا؟ بعد الواحد 7. تعلمنا إذن أين هو رمز الإي، أي الدالة الأسية. هذه ليست دالة جديدة كلية، ولكن هي دالة خاصة فقط للدالة الأسية أساسها العددي. ماذا سنتعلم أيضا في هذا الدرس؟ سنتعلم كيفية رسم هذه الدالة الأسية عندما تكون ماذا؟ منسحبة. لدينا الآن اللي هو السؤال التالي أو الأسئلة التالية، وهي كما يلي. هنا طبعا هذا يعتمد على الآلة الحاسبة تماما، يعتمد على الحاسب. يقول sketch the graph of each function, state, domain, range and asymptote. نذكر مرة أخرى، الدومين للدالة الأسية دوما هو عبارة عن R، الأسيمتوت هو عبارة عن العدد المضاف. يعني هنا ننظر ما هو العدد المضاف، العدد المضاف هنا صفر، وهنا العدد المضاف صفر. ثم بعد ذلك نكون جدول بنفس الطريقة السابقة كيفية حساب هذا المقدار باستخدام الجداول. ننظر للجدول الأول أبنائي، هذا هو الجدول الأول بهذه الصورة، هذا الجدول الأول. كما قلنا الهوريزونتال أسيمتوت، هذا الهوريزونتال أسيمتوت هو عبارة عن y equal 0 كما تكلمت الآن قبل قليل. إذن هذا y equal ماذا؟ 0. ثم نأخذ نقاط هنا صفر لكيفية رسم هذه الدالة، نأخذ صفر واحد اثنين أو صفر واحد ناقص واحد، يفضل نأخذ أعداد موجبة وأعداد سالبة، ثم نحسب هذا المقدار باستخدام الآلة الحاسبة كما حسبناه الآن قبل قليل. فنجد القيم التالية، عندما نعوض بالصفر يعطينا واحد، عندما نعوض بالواحد يعطينا e to the power minus 1 وهو تقريبا 4 من 10، عندما نعوض بالناقص واحد يعطينا 2.7. ثم بعد ذلك نعين هذه النقاط على الرسم هذا، فيصبح لدينا الرسم التالي، هذا 0.1، هذا 0.1 1.4، هذا 1 وهنا 0.4، هذه المنطقة هي 0.4، هنا نكتب 0.4 تظهر النقطة. بعد ذلك ناقص 1 2.7، هذا 2. تقريبا 7، هنا 2.7. ثم نوصل هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة بهذا الشكل مع رسمنا لمن؟ للهوريزونتال أسيمتوت. الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المدى. ما هو المدى؟ المدى هي أقل قيمة لواي وهي عبارة عن صفر، وأعلى قيمة لواي هي المالا نهاية. فإذا الرينج، رينج الدالة F هو عبارة عن الانفينيتي. بالنسبة أبنائي لرسم ماذا؟ لرسم الدالة الثانية وهي عبارة عن y equal أو g of x equal 3 e to the power minus عفوا half x بنفس الأسلوب. ما هو الهوريزونتال؟ لأنه هذا تعلمناه سابقا، يعني ليس بجديد كليا، هو y equal 0. إذن هذا هو عبارة عن horizontal asymptote. ثم نأخذ نقاط ماذا؟ نقاط عشوائية، نأخذ 0 1 and minus 1 ونعوض. أين نعوض؟ هنا مكان كل x بالآلة الحاسبة، ندخل هذه بالآلة الحاسبة كما تعلمناها قبل قليل، ولكن هنا نريد أن نتعلم نوعا ما شيء جديد. ما هو الشيء الجديد؟ نقول بدلا ما نعوض كل مرة x بصفر وواحد واثنين وناقص واحد، ندخل هذه بالآلة الحاسبة كاملة. انظروا تابعوا الآلة الحاسبة بهذا الشكل أبنائي، 3 هذه 3 shift 0 الـ e. هنا ماذا ندخل؟ half x، هذه الهاف. لكن السؤال أين x؟ x نضغط ألفا، هذا اللي باللون الأحمر هذا ألفا، ثم نضغط الحرف x اللي موجود ماذا؟ فوق القوس هنا. فماذا أصبح لدينا؟ نتابع هذه الآلة، تابعوا أبنائي، هذا عبارة عن 3 في e أس نص x. ما الهدف من الإدخال هذا؟ الهدف من الإدخال هذا حتى نحسب القيم بشكل سريع، دون كل مرة نكتب ليش؟ نكتب القيمة وندخل الدالة مرة أخرى ثم ندخل قيمة X وهكذا. فنضغط على ماذا؟ calculate، هذا الكالك، تابعوا معي كالك. عندما نضغط كالك يظهر لدينا بالآلة الحاسبة X، يعني يسألنا عن كم قيمة X. طبعا هذه قيمة سابقة، كم قيمة X هنا مثلا؟ صفر، نضغط صفر، نضغط مرتين وليس مرة واحدة، يعطينا ماذا؟ 3. إذا نسجل 3، نضغط مرة أخرى كالك، هذه أهم شيء نحفظها، كالك يعني كالكوليت،
يطلب منا قيمة X. كم قيمة X في هذه الحالة؟ واحد. إذا النمط هنا واحد. هو يعوض مباشرة للآلة الحاسبة، تعوض الآلة الحاسبة مباشرة بعد إدخال الواحد، نمط يساوي 4.9 تقريبا هذه. وبنفس الطريقة ندخل ناقص واحد ويعطينا 1.8. طبعا عيننا الدومين، الدومين هو طبعا كما قلنا لا ننسى أن الدومين هو عبارة عن ماذا؟ الدومين هو عبارة عن R، الدومين هو عبارة عن R، ولكن الرئيس سنكتشفه الآن من خلال الرسم. نعين النقاط 0 و 3، هذه الآن الرسم بشكل مبسط لأنه هذا معاد تقريبا السكشن. 0 و 3 بعد ذلك 1.4.9، هذه النقطة 4.9 ناقص واحد 1.8، هذه 1.8 هنا، ثم نوصل هذه النقاط مع بعضها البعض فنحصل على المنحني وهو ما يسمى بـ G of X. بذلك الآن طبعا الرينج ابتدئ من ماذا؟ هذا الهوريزنتال أسيمتوت، نكتب هنا هوريزنتال أسيمتوت ألا هو Y equal ماذا؟ equal 0، فيبتدئ من الصفر إلى ماذا؟ إلى ما لا نهاية. مزيدا أيضا من التمارين أبنائي، مزيدا من التمارين على الدوال الأسية، وهي عبارة عن الدالة الأسية التالية، وهي ما تسمى بالدالة الأسية المنسحبة. هنا ما هو نمط السؤال؟ هذا يعني نقطة في غاية الأهمية. ما هو نمط السؤال في هذه التمارين؟ نقرأ السؤال جيدا. ماذا يقول السؤال؟ يقول graph the function، نركز على هذه الكلمة not by plotting point، يعني دون وضع ماذا؟ دون وضع نقاط، أو بمعنى آخر دون استخدام جداول، دون استخدام جداول. بالطبع هنا الآن يجب أن ننظر ما هي يعني ما هي الانسحابات الحاصلة للدالة الأم الأساسية، ما هي الانسحابات الحاصلة للدالة الأساسية الأم. طبعا ندقق النظر في اللي هو عبارة عن h of x equal e to the power minus x minus ماذا؟ minus 3. ننظر بس قليلا حتى بس نجهز عملية الرسم هنا، نجهز عملية الرسم. نذكركم الآن باللي هو الرسمة الأولى وهي الدالة الأم، وهي عبارة عن H1 E to the power X، هذه H1 E to the power X، هذه رسمة E to the power X. الآن ما الحاصل الآن؟ نريد أن نرسم E to the power ماذا؟ minus X، E to the power minus X. هنا الآن سنرسم E to the power minus X، هذه E to the power minus X. ما الحاصل لها؟ الحاصل لها هو كما يلي. طبعا لا ننظر للكلام الموجود هنا، نتابع. هذه E to the power X، E to the power minus X، إذن هنا سنرسم H2. من هي H2؟ اللي هي عبارة عن E to the power minus X. حصل لها ماذا؟ ضرب ناقص واحد بالX، أي هنا reflect about Y axis. إذن هذا المنحني سينعكس للأسفل، سينعكس للأسفل بمقدار ماذا؟ بمقدار وحدة واحدة. بالطبع هذا الرسم سيكون هنا، فأنا حاولت أن أضعه بيش برسم آخر أو بشكل آخر بالنسبة للرسم هذا بهذه الصورة. ننتقل الآن إلى اللي هو الشكل الأخير، وهو عبارة عن shift عندما يكون يتحرك ماذا؟ ثلاث وحدات للأسفل، shift 3 units vertically downward، أي هذا المنحني الذي سنراه عندما ينعكس يتحرك للأسفل بمقدار ماذا؟ ثلاث وحدات، أي يتحرك ماذا؟ هنا وحدة، اثنتين، ثلاثة، فإذا هنا واحد، اثنين، ماذا؟ ثلاثة، فيتحرك هنا ثلاث وحدات. إذن هذا هو عبارة عن بهذا الشكل،
طبعا لا ننسى ما هو الهوريزنتال اسيمتوت، هذه نقطة في غاية الأهمية. هذا الهوريزنتال اسيمتوت، واحد اثنين ثلاثة، هذا الهوريزنتال اسيمتوت، هذا واي ايكوال ماينس 3، هذا الهوريزنتال اسيمتوت. والطبع كما قلنا قبل قليل يتحرك ماذا؟ ثلاث وحدات، اي هذه هنا، هذا الان هذه وحده، اثنتين، وهذه الوحده الثالثه. اذا يصبح المنحني بهذا الشكل، الشكل النهائي للمنحني. اذا اعيد مره اخرى، المنحني يتحرك ثلاث وحدات، وهذا الان اللي باللون الاخضر هو الكلام على هذه الجزئيه، نوضحها بلون اخر بهذا الشكل. هذا الهوريزنتال اسيمتوت، هذه نقطة مهمة جدا تعين horizontal asymptote. shift 3 units vertically downward، أي هذه النقطة تحركت ماذا؟ تحركت ثلاث وحدات للأسفل، فيصبح هذا واحد هنا مكانها، هذه أول وحدة، ثاني وحدة، وهذه الوحدة الثالثة، وبذلك هذا يكون الرسم. سنأخذ أيضا تطبيق آخر لتوضيح الصورة مرة أخرى في المسائل التالية. لدينا المسألة الأخيرة في هذا السكشن، وهي عبارة عن g of x equal minus e to the power x minus 1 minus 2. أبنائي دائما ندقق الآن، ما هي الآلية عندما يقول بدون ماذا؟ بدون أخذ نقاط، يعني يريد الستبس الحاصل، يريد الستبس الحاصل. نلاحظ الدالة الأساسية هي e to the power x، هذه الدالة الأساسية e to the power x. إذن ما اللي حاصل الآن؟ هنا حدث لدينا انسحاب، ثم بعد ذلك حدث لدينا ضرب بسالب، وهذا انعكاس. بعد ذلك تحرك المنحني للأسفل بمقدار وحدتين. إذن نقول g of 1 هو عبارة عن e os x. إذن هذه هي الدالة الأساسية، تابعوا معي، هذه الدالة الأساسية. أهم شيء نلاحظ ما هي التغيرات. ال g of 2 أو g2 of x هي عبارة عن e to the power ماذا؟ x minus 1، وهذا shift horizontal، وهذا الذي يريده. بإمكاننا نحن نرسم ماذا؟ نرسم الدالة الأخيرة، ولكن ما هي الخطوات التي مرت بها؟ shift horizontal ماذا؟ 1 units، 1 unit. قلنا دائما مع ال x عكس 1 unit 2 ماذا؟ الإشارة هنا سالبة، إذن to the right، to the right. بعد ذلك ضرب ماذا؟ ضرب المنحني كاملا بسالب، الضرب بسالب هنا، يعني يصبح لدينا المنحني الجديد هو e to the power x minus 1، هذا الذي رسمناه أو هذا الذي تكلمنا عنه، ضرب بسالب، الضرب بسالب هو reflect، تابعوا معي الجدول اللي اخذناه سابقا، ريفليكت ان ماذا؟ ضرب الناقص خارج الاكس، اذا هنا ريفليكت ان اكس اكسس، اذا سيكون منعكس حول محور اكس. ماذا بقي؟ بقي اللي هو المنحني الاخير، اللي هو عمليه ماذا؟ هذا هو اللي نتكلم عن شيفت فيرتيكالي، هذا حدث له شيفت، ولكن اسا فيرتيكال 2 يونتس، 2 يونتس ماذا؟ داون وورد. هذا المقصود فيه. طبعا ما في شك انه اصعب بكثير من اخذ الجداول. اذا نعيد مره اخرى بشكل سريع. أولا الدالة الأساسية وهي عبارة عن e to the power x المجردة، يعني نحذف هذا نحذف هذا نحذف هذا نحذف هذا. بعد ذلك ما اللي حاصل؟ طبعا نبدأ بالأس، هو أقوى شيء. الحاصل أنه هنا طرح واحد مع الـ x، إذن الحركة مع الـ x دائما مع الـ x عكس، مع الـ x عكس، إذن أصبح shift horizontal 1 unit to the right عكس الإشارة هنا. بعد ذلك أبنائي الآن هذا الشكل ضرب بسالب، السالب بعيد عن الإكس، إذن هو reflect in X، برضو هنا العكس، يعني لم نضرب بإكس، سيكون الانعكاس، هذا يسمى انعكاس، وهذا يسمى انسحاب،
فرق بين الانسحاب والانعكاس. الانعكاس هو ضرب بسالب واحد. reflect in x axis سيكون منعكس حول محور x axis. وهذا الشكل الأخير ماذا ينقصه الآن؟ ينقصه اللي هو الحركة اللي هي ناقص 2، وهو عبارة عن آخر يعني آخر ستيب لدينا shift vertical 2 units ماذا؟ 2 units downward. ماذا تعلمنا سابقا؟ أولا نرسم ماذا؟ نرسم الـ horizontal asymptote. وهو ما هو الـ horizontal asymptote؟ نرجع مرة ثانية للسؤال، وهو عبارة عن minus 2، هذه الدالة الأخيرة التي حصلنا عليها. إذن هذا minus 2. لاحظوا أبنائي، لم أخذ أي نقطة بتاتا، أي نقطة بتاتا بتاتا بتاتا. نتابع الخطوات. طبعا هنا في حالة الدالة الأسية عملية الانسحاب يمين ويسارا لن ماذا؟ لن يعني يتضح لدينا، ولكن الدالة الأسية الأساسية كانت هنا، فانسحبت ماذا؟ انسحبت جهة اليمين بمقدار وحدة واحدة ثم انعكست. طبعا الانعكاس الآن أين يحدث الانعكاس؟ الانعكاس يحدث هنا، النقطة هذه يحدث انعكاس حول محور X. أنا سأرسم بالقلم الرصاص ولكن بشكل منقط بهذه الصورة، هذه الصورة، هذا الانعكاس. ثم بعد ذلك تحرك وحدتين للأسفل. ما هي الوحدتين للأسفل؟ هذه وحدة وهذه الوحدة. إذن تصبح النقطة الأخيرة هنا. أعيد مرة أخرى، هذا الرسم المنقط طبعا قبل رسم الخط الأحمر، هذا لا يخصه. هذه عبارة عن، نعيد مرة أخرى، هذه عبارة عن ماذا؟ المنقط اللي هي الخطوات، هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن G1. G2 تحرك إيش؟ لا داعي لرسمه. الآن نرسم الانعكاس، أنه هو مجرد تحرك إيش؟ تحرك للأمام خطوة واحدة. بعد ذلك الانعكاس حول محور إكس، هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن G3، هذا الانعكاس. وآخر نقطة، هذه النقطة تتحرك للأسفل بمقدار كم وحدة؟ وحدتين، 1 2. إذن يصبح المنحني بهذه الصورة، بهذا الشكل. الآن هذا سأرسمه ماذا؟ بلون مميز، وهو باللون الأحمر بهذا الشكل. هذا هو الرسم الأخير بالنسبة لهذا المنحني الذي أنا أتكلم عنه، وهو عبارة عن جي أوف إكس اللي هو ماينس إي تو ذا باور إكس ماينس 1 ماينس 2. وبذلك نصل إلى نهاية هذا السكشن، وإلى لقاء آخر في سكشن 4.3. نترككم في رعاية الله.